أن ننظر للمستقبل برؤية متفائلة وبصيرة نافذة وروح طموحة، تلك حقا طاقة النجاح التي نعمل بها. الدمام مدينة لا تنام إلا وهي حالمة بالغد كيف يكون أجمل، وهكذا جبل أبناؤها طموح ومثابرة للأفضل. على مقربة من طريق الجبيل الظهران، حيث طريق عثمان بن عفان ينتصب شامخا مستشفى الملك فهد التخصصي. في يوم الثلاثاء الموافق للسادس عشر من شهر ذي القعدة عام 1425 للهجرة، شرف خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود عندما كان وليا للعهد مدينة الدمام بافتتاح مستشفى الملك فهد التخصصي كأحدث مشروع من نوعه تنجزه وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية ضمن المستشفيات التابعة لها والمتمثلة في مدينة الملك فهد الطبية بالرياض، مدينة الملك عبد الله الطبية بالعاصمة المقدسة، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض. خلال الفترة الماضية نجح المستشفى بشكل متنام في الحد من السفريات العلاجية إلى خارج المنطقة فضلا عن خارج المملكة بعد أن تمت توسعته وفق أحدث مواصفات البنى التحتية، وكان لإضافة مباني مستحدثة وتجهيزات طبية عملاقة أثر ملحوظ في زيادة حاجة المستشفى إلى الطاقة الكهربائية، فتم عمل تغذية خاصة لها لدعم غرف العمليات الجديدة وأنظمة التكييف الحديثة التي تعد الأحدث والأرقى عالميا. وإذا أخذنا بالاعتبار مجموعة التقنيات والكوادر الطبية العاملة في المستشفى استطعنا فهم كيف حقق المستشفى نقلته النوعية التي جعلته متميزا في كافة التخصصات. إن التزام المستشفى بالتميز جعله يدشن ذاتيا سباقا استراتيجيا لتطبيق المعايير الصحية الدولية، فبدأ العمل مع الهيئة المشتركة العالمية لاعتماد المستشفيات JCIA للحصول على اعتمادها خلال هذا العام 2010 ميلادية، ولتفعيل قسم الجودة والنوعية في جميع الأقسام قام المستشفى بالاستعانة بمستشارين دوليين لعمل تقييم عملي لكثير من الأقسام Operation Review. من جهته يسعى قسم علم الأمراض والمختبرات ليكون أول مستشفى مرجعي بوزارة الصحة يحصل على اعتراف الكلية الأكاديمية للمختبرات CAP هذا العام. يشتمل المستشفى على المبنى الرئيس ومبنى العلاج بالأشعة ومبنى بنك الدم ومبنى عيادات الأورام والمباني الإدارية والسكنية بالإضافة إلى المسجد. إن أهم ما يميز مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام هو أنه يظل المستشفى الأوحد في المنطقة من حيث تقديم خدمات طبية متخصصة في العظام وزراعة الأعضاء وأمراض الجهاز العصبي وفي الأورام السرطانية والتي تحتاجها المنطقة بشكل ملح. الطفل عبد العزيز مثال للطفولة البريئة، داهمه مرض سرطان الدم والمعروف باللوكيميا وأنشب مخالبه فيه وطرحه على الفراش. في مركز الأورام السرطانية في قسم الأطفال تحديداً يسهر على هذا الطفل كما غيره من الأطفال نخبة من خيرة وأكفأ الأطباء السعوديين والأجانب
يساندهم فريق تمريض على أعلى المستويات. وبتكوين فريق طبي متكامل للعناية بمرضى الأورام، نجح المركز في زيادة الخدمات المقدمة للمرضى، كما تم تحديث أجهزة العلاج بالإشعاع وأجهزة القياس والفحص الجديدة، وتواصلت رعاية المرضى حتى داخل بيوتهم. بجوار مركز الأورام يأتي مركز زراعة الأعضاء، والمشتمل على قسم زراعة الكلى وزراعة الكبد وقسم زراعة البنكرياس، الذي حصل على اعتماد المركز السعودي لزراعة الأعضاء، كما ويعد الوحيد على مستوى المملكة. نجح المركز حتى الآن في تنفيذ 61 عملية زراعة أعضاء منذ بدء المركز في أكتوبر عام 2008 ميلادية، مما يعزز سعي المركز ليكون الأول على مستوى المملكة والمنطقة بكاملها. أما بالنسبة لمركز العلوم العصبية أو المخ والأعصاب، فيشتمل على قسم جراحة المخ والأعصاب وأعصاب الكبار وأعصاب الأطفال والعلاج النفسي وقسم التأهيل. هذا الطبيب وتلك الكوادر الطبية هم منسوب الفريق الطبي المميز للمستشفى، والذين جعلوا طموح المستشفى يتجاوز المحلية والإقليمية نحو العالمية. وللرفع من كفاءتهم، جعلت الإدارة التنفيذية للشؤون الأكاديمية والتدريب والأبحاث بالمستشفى نصب عينيها أن يتقدم منسوبوها كل يوم نحو الأمام، وأن تزداد معارفهم وعلومهم ثراء. لذا يتم تنفيذ عدة برامج للابتعاث والتدريب داخل وخارج المملكة. تم خلال الفترة الماضية ابتعاث ما يزيد عن 60 موظفا وموظفة، كما بلغ عدد الدورات القصيرة بنهاية هذا العام 30 دورة في عدة مجالات. إن السعي الحثيث لإنقاذ هؤلاء لا يتوقف عند توفر السرير، بل دفعنا ذلك لإيجاد نظام الرعاية الصحية المنزلية. علي كان فتى يافعا طموحا، فانتهى ذات يوم إلى مقعد طريح الفراش، لكن البرنامج كان متواجدا إلى جانبه، وهو الذي يعمل على توفير رعاية صحية متميزة للمرضى بين ذويهم بمجرد خروجهم من المستشفى، بما يضمن لهم راحة نفسية وجسدية. المستشفى لا يمنح مرضاه العلاج فقط، بل يمنحهم الثقة بالنفس والابتسامة والقوة بإذن الله على مواجهة المرض مهما كانت شراسته. إن تواصل الأطباء مع مرضاهم وأسرهم ليس تواصلا مهنيا يقوم على طرفين، أحدهما مريض والآخر طبيب، فهذه العلاقة الحدية تجاوزها التزام هؤلاء الأطباء بأنهم مع مرضاهم في جبهة واحدة ضد عدو خبيث لا يرحم، فاندمجت القلوب معا وأثمرت ثقة عالية بالله. ما في شيء، لا تخافي، بالله لا تخافي. وسعيا من المستشفى لتحقيق الريادة العالمية في الرعاية الصحية التخصصية، التزم المستشفى بتقديم مستوى عال لهذه الرعاية مع التعليم والأبحاث وفق منظومة قيم رائدة تبدأ من الشفافية مرورا بالأمانة وإتقان الأداء، متوجة كل ذلك بروح الفريق والإنسان. مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، اليوم وليس غدا، نحن بإذن الله منارة المستقبل وصرح وطني يراه العالم. طموحنا ليس رؤية إدارية فقط، بل هي رؤية تبدأ من حيث لا يتوقع أحد. هنا في المستشفى لقيت عناية فائقة،
بالله. هذه مسيرتنا بدأت من الدمام ورعاها ملك همام، تحكيها لغة الأرقام وتغذيها الأحلام، ومن أمام إلى أمام كان الدرب المرسوم بلا أوهام. تلك حكايتنا وعليكم السلام.